بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثلاثاء 28/9/2021 من مجزر البساتين وبالاشراف علي صكوك الاضاحي تم اليوم تحميل 14 طن من لحوم صكوك الاضاحي متوجهة الي المديريات الاتية مديرية أوقاف الإسكندرية 3 طن مديرية أوقاف الغربية 2 طن مديرية أوقاف القاهرة 3 طن مديرية أوقاف دمياط 2 طن مديرية أوقاف بني سويف 4 طن كل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته